هدفين لصفر لفائدة فريق الدفاع الحسني الجديد. السيناريو غير متوقع بتاتا، تسجيل هدفين في 5 دقائق الأولى من المباراة. صراحة الكل مصدوم من هول يعني هذا السيناريو ومن فظاعة هذا السيناريو. أخطاء دفاعية قاتلة، أخطاء دفع ثمنها فريق حسني تقدير في الدقائق الأولى من المباراة. فأن تلعب فقط 5 دقائق ويسجل عليك هدفين بسرعة البرق فأمر غير مسبوق بتاتا، وربما لأول مرة في تاريخ يعني مباراة في كرة القدم بطبيعة الحال يعني في البطولة الوطنية، باش انه يتم تسجيل هدفين في 5 دقائق الأولى من المباراة. سيناريو فظيع جدا، سيناريو نزل كقطعة ثلج باردة على جماهير حسني تقدير اللي صدمت من هول يعني هذا السيناريو. ونتمنى أن يعود فريق حسني تقدير في المباراة وأن يعود إلى زمام الأمور. فصراحة كما قلت سابقا، حرام باش أن هذا الجمهور دائما معدب، هذا الجمهور دائما يتذوق مرارة وفظاعة وفجاعة يعني الخسائر المتوالية لفريق حسنية أكادير. فيعني الفريق ربما أكثر من علامات استفهام يعني ولينا كنطرحوها كمتتبعين وكرياضيين وكإعلاميين، ماذا يقع بفريق حسنية أكادير ولماذا هذا الهزائم المتتالية اللي بات الفريق يتخبط فيها. فأكثر من علامة استفهام، نتمنى أن تعود الحسنية إلى سابق عهدها وتعود إلى سكة الانتصارات، وأن يتم رسم الابتسامة على كل وجوه الجماهير التي تساند الفريق في السراء والضراء. فالفريق ربما يعيش الأمرين، الفريق يعني بات يعني كيعيش ربما ظروف استثنائية خلال هذا الموسم. عودة يعني الجمهور المدرجات يعني كفيلة بنتائج إيجابية، كفيلة بالانتصارات، كفيلة باش أن الفريق ينتصر. فأن يتم يعني ربما يعني تذوق مرارة الخسارة في أكثر من مباراة. فأنتم كتشوفوا يعني السيناريو 5 دقائق الأولى من المباراة وتستقبل مرماك هدفين، أمر غير متوقع بتاتا، وأمر ربما الكل يعني ما كيتوقعش يعني هذا السيناريو بتاتا، باش أن الحسنية تخسر يعني بهدفين في خلال 5 دقائق الأولى من المباراة فقط. يعني الآن يعني الحسنية يعني كتحاول باش أنها ترجع في المباراة ومرتدات هجومية بين الفينة والأخرى، لكن ربما السيناريو صعب جدا. السيناريو اللي وقع يعني الفريق خلال الدقائق الأولى أمر صعب، ولا أحد لم يتوقع هذا السيناريو بأن تستقبل مرمى الحسنية هدفين في دقائق مبكرة من المباراة. الآن في الدقيقة 10 والحسنية خسرة بجوج لصفر. فنتمنى أن يعود الفريق وأن يعني يركز بطبيعة الحال يعني فيما تبقى من الدقائق، وأن لا تستقبل مرمى أهداف أخرى لا قدر الله. فأيضا حد سعيد لفريق الدفاع الحسني الجديدي. فالدفاع الحسني الجديد ربما الجمهور ديالو منتشي بهذه الهدفين، لم يعني يتوقع بتاتا أن يسجل فريقه هدفين خلال 5 دقائق الأولى. فأمر جيد بالنسبة لهم، وربما هذا الانتصار أو يعني هذه الهدفين غادي يزيد الثقة ديال اللاعبين، وغادي بطبيعة الحال نشوفوا ربما وجه آخر للدفاع الحسني الجديد. فالحدود لهذه اللحظة الدفاع الحسني الجديد يعني كيحاول باش انه يتحكم في زمام المباراه ومن يعني وسط الميدان، وبالتالي فاحنا كنشوفوا يعني هذا الشيء بطبيعه الحال يعني غادي يربك يعني الحسابات ديال فريق حسن تكادير، وربما سيصعب الماموريه اكثر على لاعبي الحسنيه.